هاي خالد هذا اليوم من هذا اليوم اللي هو يوم واحد في شهر واحد 2020 هو الحقيقة والله لم تقدر علينا البركة الرمز والمناقب والشهم محمد بن عبد العزيز رئيس الموريتاني السابق نتمنى له الشفاء ونقول قطعا عنه الحزن اللي يدور في الشعب الموريتاني راهو يدور في الشعب الصحراوي من الاتحاد كامل من الرئيس الرمز محمد بن عبد العزيز باسم متكاملين باسم الشعوب البيضاء كامله والحقيقه يوسف نحن تحت ظل الاحتلال المغربي وتحت التعذيب المغربي ليل ونهار في هذا التعذيب ويقتحموا علينا وما خرجش معدل لنا من الدناء يكسبنا عن معدل رئيس دولة من طرف بفاق